بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في المثال السابق، وفي هذا الفيديو راح أعطيك بعض الاكسرسايزز البسيطة بس حتى أنك تتدرب على المثال السابق وتفهمه بشكل جيد، والمثال اللي بدينا فيه أصلا المناقشة عن الموضوع الأريز. أول شيء أبغاك تكون تتأكد أنك فاهم السؤال، حاول أنك تحله يعني بدون ما أنك تشوف الحل اللي أنا كاتبه قدامك اللي شرحته في الفيديو السابق. أبغاك أن تروح تكتب array، تقرأ مثلا عدد من العناصر، وبعد كذا تحسب المجموع والأفريج والثلاث أشياء اللي ذكرناها سابقا. إذا حليته نفس الحل اللي أنا حليته، زين، قارن بين حلك وحلي، شوف الأشياء اللي أنت ما تفهمها، زين. إذا تأكد أنك فهمت الشيء هذا، أبغاك تعدل تعديل بسيط بحيث أنه تكون عدد العناصر اللي موجودة في الأري أو حجم الأري يكون بناء على مدخل من المستخدم. إذا ما عاد هو السؤال يطلب منك 100 عنصر في الأري أو 20 أو 40، لا، يقول لك المستخدم هو اللي راح يدخل لي عدد العناصر. إذا دخل المستخدم عدد عناصر الأري 10، راح أسوي أري فيها 10 عناصر وأوجد المجموع والأفريج وأطبع اللي فوق الأفريج. نفس الشيء لو كان 20 30 على حسب اللي يدخل لي المستخدم. احنا شفنا قبل كيف إنه حجم الأري ممكن يتغير على حسب الإنبوت وكيف نتحكم بحجم الأري. طبعا هذا جدا جدا سهل، يعني ما ياخذ منك الا 20 ثانية حله. اذا بعد ما تكتب البرنامج تنتهي منه، اذا جيت تعدل ياخذ منك 20 ثانية بس. الشيء الثاني او السؤال الثاني هو انه راح اغير شيء بسيط بالفقرة الثالثة من السؤال. بدلا من اني اطبع الاعداد اللي فوق الافريج، اتخيل مثلا درجات طلاب، بدلا من اني اطبع الدرجات اللي فوق الافريج اللي فوق المتوسط، ابغى عدد الدرجات اللي فوق المتوسط. يعني مثلا، يعني بمعنى اخر، كم طالب كان درجته فوق الافريج؟ واضح؟ طيب، وطبعا دائما لا تفترض انه راح الانبوت اللي يجيك زي الانبوت اللي مثلا انا شرحت انه مرتب يكون 1 و3 و5 و7، لا، ممكن يجيك انبوت ملخبط، يعني ما تدري اي يعني كيف شكل الانبوت اللي راح يجيك. الشيء الثالث او الاكسرسايز الثالث هذا يمكن هو طبعا الثاني، هذا سهل، يبغى لك يعني تغيير فقط في اللوب هنا، يعني شيء بسيط. الشيء الثالث هو انه ابغى الشيء التالي. الان اللوب هذه لما تطبع لي الدرجات، تطبع لي كل درجه وبعدها فاصله، زين. لو تطبع لي الدرجات اللي فوق المتوسط، راح تطبع لي الدرجه ثم بعدها فاصله. فلاحظ ان الدرجه الاخيره، اخر درجه نشوفها ان فوق المتوسط، راح يكون بعدها فاصله، يعني راح يطبع لي هنا سطر والسطر راح ينتهي بفاصلة، زين. أنا أبغاك إنك تعدل البرنامج، وهذا تعديل شوي يعني صعب، يعني يحتاج تفكير شوي، لكنه مهم جدا حتى إنك تتعود على التعامل مع الأريز. أبغاك تكتب لي تعدل البرنامج بحيث إنه يطبع لي الدرجات بس بدون ما يكون في فاصلة آخر شيء، بدون ما ينتهي بفاصلة آخر شيء، زين. هذا هو المطلوب. يعني مثلا لو كان مثلا لو جاك درجات مثلا 1 و3 و5 و7، اللي كانت فوق الأفريج هي 5 و7، فيطبع لي 5.7، زين، وبس، ما يطبع لي فاصلة بعد السبعة زي الوضع الحالي. الوضع الحالي لو جربت راح يطبع لك 5.7، زين، راح يطبع لك بالشكل التالي. خلينا نشوف كيف عملية الطباعة تتم. راح يطبع لك يكون الاوتبوت كذا 5.0.7.0، زين، في نفس السطر. انا اللي ابغاه منك انك تطبع بالشكل التالي 5.0.7.0 فقط. طبعا لا تفترض انه الانبوت اللي راح يجيك زي الانبوت اللي موجود عندي اللي شرحته انا، انه راح يجيك 1 3 5 7. الانبوت هذا راح تلاحظ انه مرتب، زين، فيمكن يعني يسهل عليك. ابغاك تجرب انبوت ثاني، مثلا جرب 2 10 7 مثلا 0، زين، جرب الانبوت هذا، جرب انبوت ما فيها هذا، جرب 7 عناصر 8 عناصر، مو لازم 4 عناصر. تأكد أنك دائما لما تجي تطبع اللي فوق الأفريج أنك راح تطبعهم بدون أنك راح ما راح تنتهي بفاصلة، آخر عدد ما راح يكون بعده فاصلة. إذا ثلاثة exercises، زين، بعد ما تكتب برنامج تأكد أنك فاهمه وتنفذه كل شيء، جرب ثلاثة exercises هذه، شيء مهم جدا حتى أنك تستمر، حتى أنك تتعود على اللوب بشكل أكبر. ننتقل إن شاء الله في الدروس القادمة المزيد من دروس حول اللوب.